أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، نحييكم من رحاب مسجد فضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، بميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، حيث ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الدعوي الثقافي الذي نظمته وتنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. ونحن اليوم في اليوم الأول من هذا الأسبوع الدعوي الثقافي الذي تقيمه وزارة الأوقاف في مسجد الحصري بستة أكتوبر بمحافظة الجيزة. أيها الأحبة، يحضر معنا هذا اللقاء الطيب المبارك قارئاً فضيلة القارئ الشيخ محمود إبراهيم أبو الخير، ومبتهلاً فضيلة الشيخ كمال أبو عرب، ومعنا من العلماء الأجلاء علماء الدعوة الإسلامية ببلادنا الحبيبة مصر فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسن عميد كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر الشريف، وفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الشافي أحمد أستاذ التفسير بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر الشريف. يحضر معنا هذا اللقاء الإيماني المبارك كوكبة من علماء وزارة الأوقاف، يتقدمهم فضيلة الدكتور سيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف ومدير مديرية أوقاف الجيزة، وكوكبة من علماء ومفكري وزارة الأوقاف، وجمع غفير من رواد هذا المسجد العامر مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر. أيها الأحبة، ونحن في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي من خلاله نستمع إلى كتاب الله عز وجل يتلى، ونستمع إلى كلمات العلم من علمائنا الأجلاء الأفاضل فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر الشريف، وفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الشافي أحمد أستاذ التفسير بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر الشريف، ونستمع إلى الأدعية والابتهالات. فتحية إجلال وتعظيم وتقدير إلى وزارة الأوقاف وإلى القائمين على هذا العمل الذي يعمل على نشر الفكر الوسطي المستنير بين أفراد المجتمع. ولا شك أن نشر الفكر ونشر الثقافة بين أفراد المجتمع يأخذ بأيدي هذا المجتمع الحبيب نحو النمو والازدهار، نحو الترابط، نحو الاستفاف
نحو السلام، نحو الوئام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين على هذا العمل الطيب المبارك خير الجزاء. وحسناً تفعل وزارة الأوقاف عندما تتخير الموضوعات التي يتحدث فيها علماؤنا الأجلاء. فموضوع اليوم موضوع هام، نتحدث حول الصدق، ولا شك أننا في مسيس الحاجة إلى هذا الخلق الذي كان يتصف به حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى قبل بعثته، كان يسمى بالصادق الأمين. فما أحوجنا إلى هذا الخلق العظيم. لذا نقول تحية إجلال ونكرر التحية للقائمين على هذا العمل في حسن اختيارهم لهذه الموضوعات. أيها الأحبة، دائما ما نبدأ اللقاء بأطيب الذكر وبأحلى الكلم بالقرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا فضيلة القارئ الشيخ الدكتور محمود إبراهيم أبو الخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
من المؤمنين رجال صدقوا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى سبحانه وتعالى.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الآن نستمع إلى أولى كلمات العلم مع فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسين إبراهيم، عميد كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا الصادق الأمين سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة. اللهم ربنا صلي وسلم وزد وبارك وأنعم وتكرم على سيدنا محمد حق قدره ومقداره العظيم، وارض اللهم عن آل بيته وأصحابه، وارحم اللهم من اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، واشملنا اللهم معهم برحمتك، آمين آمين. أما بعد، أيها المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني أن أكون معكم في هذا اللقاء الأسبوعي الدوري الذي تطلع به وزارة الأوقاف المصرية، والذي يحيي فينا حبنا للعلم ونهمنا وشغفنا بالجلوس في المساجد إلى العلماء، نسمع القرآن الكريم ونفيد من دروس السادة العلماء، ونبتهل إلى الله عز وجل بالتضرع والدعاء. إنها سنة حسنة جارية يعود فضلها إلى وزارة الأوقاف المصرية وإلى رائد هذه الوزارة معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. وموضوع اليوم موضوع الصدق، وعلم الله أن كلماتنا إنما تخرج بالصدق، إلى وجوه ملؤها الصدق، وإلى قلوب حبها باد عليها للصدق. الصدق خلق الإسلام الأكبر والأعظم. ولقد استمعنا إلى الآية الكريمة من آخر سورة التوبة، والتي تليت على مسامعنا مرات ومرات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الله عز وجل ينتدبنا بعد الإيمان أن ننتظم في صفوف الصادقين. لماذا؟ لأنه لا ينفع إلا الصدق، صدقوني، لا ينفع إلا الصدق، لا ينفع إلا الصدق مع نفسك، ولا ينفع إلا الصدق مع الناس، ولا ينفع إلا الصدق مع الله رب العالمين. إيمانك يحتاج إلى صدق، وعملك يحتاج إلى صدق، وتوجهك إلى الله يحتاج إلى صدق، سلوكك الطريق إلى رضوان الله يحتاج إلى صدق. سئل السيد الجليل بديع الزمان النرسي: كيف تكون البداية إلى الله؟ عندما نسلك الطريق إلى الله بما نبدأ؟ قال: بالصدق. الصدق في النوايا يجعل الأعمال خالصة لله، الصدق في العمل يستحق عليه صاحبه الجزاء، ولا ينفع في التعامل مع الله إلا الصدق. نعم،
لأن الله عز وجل يميز في الموقف الأعظم الصادقين من غير الصادقين. قال الله في آخر آيات سورة المائدة، قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. الآية: فلا ينفع عند الله إلا الصدق. من أتى ربه بقلب صادق ضمن الفوز وضمن السعادة. ونبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان من أخص صفاته وأعظم نعوته وأكرم خلاله كان الصدق. بدا عليه منذ درجة بين الناس يعرف ولا يعرف إلا بالصدق. يقال: جاء الصادق وذهب الصادق، جاء الأمين وذهب الأمين. الصادق الأمين قبل النبوة وقبل البعثة يعرف بهذا، وهو الذي يعلن في الناس بعد ذلك: والله لو كذبت الناس ما كذبتكم، ولو غششت الناس ما غششتكم، لأنه لا يعرف إلا الصدق. نعم، والصدق حببنا فيه نبينا، لأن الذي يصدق مع نفسه يحس بالطمأنينة والراحة. يعبر عن ذلك سيدنا صلى الله عليه وسلم، يقول: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الصادق تراه مطمئن لا يضطرب، هو صادق. الصادق مع نفسه تراه مستريحا نفسيا، مطمئن، لا يقلق، لا يتعب، لا يحسب للأمور وللأشياء حسابا. الصدق طمأنينة. ودائما الكذاب مرتاب، الكذاب مرتاب، لأنه يكذب ويتحرى الكذب حتى يعرف بين الناس أنه كذاب. والأدهى والأعظم والأشد أنه يكتب عند الله كذابا. والكذاب في ريبة، في تعب، في مشقة، لأنه يكذب ويكذب وينسى أنه كذب، فلا يتذكر أنه كذب، فلما يكذب يكشف نفسه. ولذا قيل: إذا كنت كذوبا فكن ذكورا، لأنه من كثرة تعوده للكذب نسي أنه كذب مرة. لكن الناس لا تنسى، الناس لا تنسى، الناس لا ينسون، يعرفون الصادق من كلماته، من عباراته، من تحركاته، من فعاله، من سلوكه، من صدقه. فالصدق بادر. والله عز وجل امتدح قوما من المؤمنين وذكرهم بأخص وصف فيهم، كما استمعنا في الآيات الكريمات: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. تدرون أيها السادة، إن بداية الطريق الصدق، وإن خاتمة المطاف الصدق. فما إيمانك؟ إيمانك بكل مكوناته، وما عملك بكل أركانه، وما أخلاقك بكل صنوفها إلا عنوان على صدقه، كما قال ربنا في آية البر الجامعة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين
وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين، هذه أخلاق، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ما لهم يا رب؟ كل ذلك، كل هذه الصفات عنوان على ماذا؟ عنوان على الصدق. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أرأيتم؟ أرأيتم؟ والصدق يظن البعض أنه في الأقوال، أنه في الكلام. لا، الصدق في التصرفات، الصدق في الأفعال، الصدق في أداء المهام. نعم، أنت في بيتك لابد أن تكون صادقاً، صادقاً مع أولادك، قبل أن تصادق مع نفسك. هذه انتهينا منها. ينطح عليك صدقك في حياتك، صدقك في بيتك، مع زوجك، مع أولادك، مع الناس من حولك. لا يعهدون عليك إلا الصدق، ولا يعرفون منك إلا الصدق، حتى في الأفعال، حتى في الأفعال. نعم، كثير من الناس ربما يدعي أنه صادق، لكنه إذا أوكل إليه عمل مهما كان بسيط أو كبير، عمل يعني ذهني أو عمل يدوي، هو لا يحسنه، لا يتقنه، لا يخلص فيه، لا يؤديه كما يجب. هذا مسكين، هذا كذب. تأتي إلى بيتك أو إلى قضاء مصلحتك بصاحب مهنة يقوم على تقديم خدمة لك، فلا ينصح لك، فلا يتقنها ولا يحسنها، إنه يريد أن ينهي العمل على أي صورة. هذا كاذب، هذا كذب عليك، لأنه كذب في عمله. وإن لم ينبس ببنت شفه، وإن لم يتكلم، وإن لم يتكلم، لكن عمله كذب، وهو كاذب وكذاب. ولذا حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا، وأمرنا بالصدق. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والصديقية درجة دون النبوة وفوق الشهادة. وكلكم يحفظ قول الله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. واعلم أن المؤمن الحق لا يكذب، لا يكذب لا في قول ولا في عمل. سئل سيدنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مالك في الموطأ بسند حسن، قيل: يا رسول الله، أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. فقيل: يا رسول الله، أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. قيل: يا رسول الله، أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا، المؤمن لا يكذب، ومن وقع في الكذب فليستغفر الله، فالله عز وجل يقبل التوبة عن عباده، لا يتمادى في أنه كذب مرة يستمرئ الكذب. فاعلم أن من كذب سار في طريق الكذب، ومن سار في طريق الكذب ختم له بالفجور والعياذ بالله. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل يكذب لأنه يجد الكذب سهلا، هو يظن هكذا، يجد الكذب يخرجه من المآزق والورطات، يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نعوذ بالله من الكذب، ونعوذ بالله من خلق الكاذبين، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصدق
في النية والقول والعمل. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسين إبراهيم، عميد كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر الشريف، والتي حدثنا فيها عن حاجتنا إلى خلق الصدق في القول والعمل، وبالصدق ترتقي الأمم وتتقدم، وبالصدق يعيش الإنسان حياته سعيدا، وبالصدق ينعم الصادق مع الصادقين والصديقين في جنات تجري من تحتها الأنهار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا جميعا مع الصادقين ومع الصديقين، وأن يحشرنا معهم بإذنه سبحانه وتعالى في زمرة حبيبنا الصادق الأمين المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما زلنا أيها الأحبة ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الدعوي الإيماني الثقافي من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك ضمن الأسابيع الثقافية التي تنظمها وزارة الأوقاف. وهذا هو اليوم الأول لهذا الأسبوع الدعوي الثقافي الذي تقيمه وزارة الأوقاف في مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر. يحضر معنا هذا اللقاء جمع غفير من رواد هذا المسجد العامر، كما يحضر معنا لفيف من العلماء، ويحضر معنا كوكبة من علماء وزارة الأوقاف، يتقدمهم فضيلة الدكتور سيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف ومدير مديرية أوقاف الجيزة. أيها الأحبة، والآن نستمع إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الشافي أحمد الشيخ، أستاذ التفسير بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر الشريف، والذي يحدثنا أيضا حول خلق الصدق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على عرشه استوى، له الملك وله الحمد وله الكبرياء وإليه المنتهى، وأشهد أن لا إله إلا الله فارق الحب والنوى، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا ومعلمنا وتاج رؤوسنا وقرة أعيننا وشفيعنا يوم القيامة محمداً صلى الله عليه وسلم النبي المجتبى المصطفى. يا رب صل على النبي وآله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وذريته وآل بيته الكرام أولي الفضل والنهى. يا رب صل على النبي المجتبى ما غردت في الأيك ساجعة الربا. يا رب صل على النبي وآله ما اهتزت الأثلات من نفس الصبا. يا رب صل على النبي وآله ما لاح برق في الأباطح أو خبا. يا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار مسجد يثربا. يا رب صل على النبي وآله ما قال ذو كرم لضيف مرحبا. يا رب صل على النبي وآله ما كوكب
في الجو قابل كوكبا. بالله يا متلذذين بذكره صلوا عليه، فما أحق وأوجب. وبعد استئذاني من حضرة النبي الصاحب الأول لهذا المقام، أقول وما توفيقي إلا بالله. معاشر السادة، حي الله تبارك وتعالى هذه الوجوه النيرة والسواعد المتوضئة، ونسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أنه كما جمع بيننا هنا في الدنيا على طاعته، أن يجمع بيننا هناك يوم القيامة في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، يقولون لا عطر بعد عروس، ولكم أن تتخيلوا صعوبة المقام أن أتحدث بعد عميد كلية الدعوة الأستاذ الدكتور أحمد حسين إبراهيم. فهو أمر الجلل، ويجلس أمامي كوكبة من علماء وزارة الأوقاف. أولاً، لا يسعني أن أتجاوز كلمات الشكر والثناء لهذه الوزارة النشطة التي يشهد الجميع في الفترة الأخيرة والآونة الحاضرة أن لها أثراً ملموساً في الواقع. فجزى الله تبارك وتعالى الوزارة بجميع كياناتها ومؤسساتها وقياداتها، وعلى رأسهم معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. ثانياً، اجتمع لنا في هذا المقام العظيم شرف الزمان وشرف المكان وشرف الصحبة. المكان احنا في حضرة شيخ القراء، مدرسة القراءة في مصر، سيدنا الشيخ القصري رحمة الله عليه. والزمان نحن على أعتاب الأشهر الحرم، لا هي إلا أيام قلائل وندخل في الأشهر الحرم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا إياها وقد عفى عنا وأكرمنا وغفر لنا. ثالثاً، صحبة الأخيار هي أكبر نعمة. هذه الوجوه النيرة وأستاذنا الدكتور أحمد، والدكتور أحمد يعني كوكبة، ومعالي الوكيل الأستاذ الدكتور سيد مسعد، فجزاكم الله تبارك وتعالى خير الجزاء. كما ترون أستاذنا الدكتور أحمد لم يترك لي شاردة ولا واردة، لا آيات ولا أحاديث ولا أقول يا أستاذنا الدكتور أحمد. فقلت نمحو يعني منحا جانبيا، وأتكلم عن نوع واحد فقط من أنواع الصدق. في صدق مع الله، وصدق مع الناس، وصدق. أنا أتحدث عن صدق المشاعر فقط، وده افتقدناه. البيوت خلت من صدق المشاعر. ليست هذه السكينة، وليست هذه المودة، وليست هذه الرحمة التي عناها الله تبارك وتعالى بقوله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، أين السكينة؟ وجعل بينكم مودة ورحمة. بالله عليكم، بمجرد أن يحدث خلاف بين الزوجين وتكتظ محاكم الأسرة بهذه القضايا، بين الزوج الذي كان يذلل زوجه، بين المرأة التي كانت تفضي إلى زوجها، نسيته، ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا تنسوا الفضل بينهم. هل تعتقد أن دول كان بينهم صدق مشاعر؟ الراجل اللي يحط أبوه في دار مسنين بعد أن ينفق عليه ويصرف عليه ويعلمه ويأدبه ويربيه ويمكن يجوزه ويأمن له مستقبله، وبعدين في الآخر يحط أبوه في دار المسنين، هل تعتقد أن ده صدق مشاعر؟ صدق المشاعر دي حاجة تانية. إن يكون في البيت مشاعر صادقة، سواء بقى بين الأبناء والآباء أو البنات والأمهات أو غير ذلك، أو سواء بين الزوج والزوجة أو حتى بين الإخوات، في زمن طغت عليه المادية نحن بندور على المشاعر التي تهون علينا المسيرة في هذه الدنيا القاحلة. تعالوا نشوفوا نماذج كثيرة جدا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيرة آل بيته الكرام، وعلمائنا وسلفنا الصالح. الحمد لله سيرتهم عامرة بهذه الدروس. شوفوا سيدنا يوسف عليه السلام قد إيه كان مشاعره صادقة تجاه إخوته. في آخر السورة ربنا سبحانه وتعالى يقول ورفع أبويه على العرش. شوفوا الأدب، وخروا له سجدا.
وقال يا أبتي هذا هذا تأويل رؤياي من قبل. شوفوا بقى، شوفوا الأدب والمشاعر الطيبة الجياشة الصادقة التي كانت بين سيدنا يوسف وبين إخوته الذين آذوه، الذين رموه في الجب، الذين كادوا له، الذين خططوا لقتله، ومع ذلك يقول يا رب قد جعلها ربي حق وقد أحسن بي. ما جابش سيرة إخوته خالص، لأن ذكر الجفاء وقت الصفاء جفاء، لأن ذكر الجفاء وقت الصفاء جفاء. وسيدنا يوسف ما عندوش جفا، قال وقد أحسن بي، ما جابش سيرته، إذ أخرجني من السجن. وقال إيه؟ قال وجاء بكم من البدو. وأنتم مش غلطانين، أن من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. هذه المشاعر الصادقة اللي إحنا عايزينها بين الإخوة والأخوات، اللي إحنا عاوزينها بين الزوج شوفوا سيدنا علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه، زوج ستنا السيدة فاطمة، أكبر نموذج للمشاعر الصادقة. كان يحبها سيدنا الإمام علي، وكان يغار عليها، يغار عليها حتى مش من ثيابها، يغار عليها من سواكها. لما يدخل سيدنا الإمام علي على ستنا السيدة فاطمة يجدها تستاك، يعني تستعمل السواك. قال وظفرت منها يا عود الأراك بثغرها، أما خفت يا عود الأراك أراك، لو كنت من أهل النزال قتلتك، نزال يعني القتال يعني، أو لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما نجا مني يا سواك سواك. شوف المحبة، صدق في المشاعر يا جماعة. تعرفوا ستنا السيدة فاطمة ماذا كان مهرها؟ أنا بتكلم عن نقطة واحدة بس، صدق المشاعر. سيدنا الإمام علي لما تقدم لسيدتنا السيدة فاطمة أمهرها شرفا، أغلى ما يملك الجندي شرفه في سلاحه. واسألوا الضباط لما بيجي يقسم اليمين لك أن أحافظ على سلاحه وأن أموت دونه. فسيدنا الإمام علي لم يجد أشرف من أن يمهر السيدة فاطمة درعه، يعني شرفه. طيب احنا عارفين لما نروح نجيب الشبكة عند العروسة الأب لازم برضه إيه يخش كده بخاتم ولا بغويشة ولا بنسورة، ده زمان قبل الدهب ما يغلى. انتوا تعبانين ولا نعسانين ولا الدهب غلى؟ فالأب لازم يدخل كده بغويشة ولا اسورة ولا حاجة. فسيدنا النبي واقف شايف المشهد، فالنبي له هدية لستنا سيدة فاطمة، فماذا أمهرها أبوها؟ مهر تاني عند أبيها. عارفين مهر ستنا السيدة فاطمة عند أبيها كان إيه؟ كانت كلمات سجلها له التاريخ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يقول له يا علي، يقول لبيك يا رسول الله، يقول له خلي بالك إنما فاطمة بضعة مني، يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها. فكأنه قلدها قلادة من الكرامة والحصانة والمحبة، عشان يعود سيدنا الإمام علي إنه يحب ستنا السيدة فاطمة. كمان صدق المشاعر لما جت ستنا السيدة فاطمة تشكو الخطر وتشكو الخدمة لسيدنا رسول الله، أصله في صدق مشاعر يا جماعة. قال لها روح بس اذكري لها 33 وسبحيه واحمديه وكبري واختمي ذلك بلا إله إلا الله، فذاك أفضل من الدنيا وما فيها. صدق مشاعر، أحسن قصة، صدق مشاعر ومحبة سجلها التاريخ حتى يومنا هذا. سيبكوا اللي بتسمعونا كله، تعال اسمع قصة ستنا السيدة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ستنا السيدة زينب مع زوجها أبو العاص ابن الربيع، ما كانش مسلم، وكان ابن خالتها يعني قريبها من ناحية أمها، كان يحبها حبا جما، تقدم لخطبتها قبل الإسلام فأعطاها إياه النبي صلى الله عليه وسلم. راح سفرية ورجع لقى حماه سيدنا النبي، يعني نزلت عليه النبوة، فاستقبلته زوجته، وكان عنده أمامة وعلي لسه كده أطفال صغيرين. فلما جه من السفر قالت له يا أبا العاص، نعم، قالت له قد يعني نبئ أبي وأصبح نبيا مرسلا وخاتما للمرسلين، فأنا آمنت وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الرجل قاعد يفكر كده، ولا أما أنا والله فلا أستطيع أن أخذل قومي، فهلا عذرتيني؟
شوف الأدب، أنا بتكلم وحاطط ضوء كبير على صدق المشاعر، المشاعر الطيبة. فقال لها: هلا عذرتيني، أنا ما أقدرش أخزي قومي. قالت: يا أبا العاص، ومن يعذر إن لم أعذر أنا، ومن يعذر إن لم يعذر أنا. تمر الأيام والسنين وتهاجر سيدنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يهاجر وتقوم معركة بدر، ويكسر النبي صلى الله عليه وسلم زوجها. أولا يوم بدر ده كان يوم يعني على سيدتنا السيدة زينب، طلعت مع بنتها قالت: يا بني لم تغرب شمس هذا اليوم إلا وأحدنا يتيم. يانا أبويا يموت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يا إما أنت أبوك يموت، فادعي الله تبارك وتعالى أن يخفف عنا هذا الوطن. فلما ندعو للناس ماذا فعل؟ قالوا: لقد انتصر رسول الله، سجدت لله شكرا. طب وماذا فعل أبو العاص؟ قالوا: لقد أسر، بكت بكاء شديدا حزنا، لأن كانت بتحبه بجد، وهو مشرك وهي مسلمة. تعرفوا عملت إيه؟ طلعت أغلى ما تملك قلادة أمها السيدة خديجة، السلسلة بتاعتها، وراحت بعتتها لسيدنا النبي عشان تشوف الكلام رسمي. قالت له: يا رسول الله أو يا أبي، أفك أسيري بهذه القلادة. لما شافها سيدنا النبي كله صدق مشاعر، حتى سيدنا النبي مش مع الأحياء، مع التي ماتت سيدنا السيدة خديجة، لما يشوف سيدنا النبي القلادة يبكي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يبكي رسول الله يقول: يا جماعة الخير، والله ما ذمناه صغرا، ما شفناش منه عيب، فإن رأيتم أن تردوا عليها قلادتها وتفكوا أسيرها فأنتم بالخيار. قالوا: نفعل يا رسول الله. تمر الأيام ويكسر مرة ثانية، ويلموا له فلوس ويرجع تاني ويمشي من قدام سيدنا النبي ويعود، وكل ده فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، ولحقت زينب بأبيها، لأن سيدنا النبي قال: بص احنا نزل علينا قرآن ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وأمر لله أن يفرق بين المشركين وبين المسلمين، فأرسل إلي زينب. قال: حاضر. دعسها، وبعدين لما جه سيدنا اللي هو العاص دوت وأسلم العاص، ولما رجع تهلل وجه السيدة زينب فرحا شديدا برجوعها إلى زوجها الأول، ورجع إيه؟ مسلم. تخيلوا إن هي قعدت معاه سنة واحدة. هذا الرجل يا جماعة من صدق مشاعره لم يمر عليه عام حتى لحق بزوجته السيدة زينب. كان بيقابل سيدنا النبي هو نحيل وهزيل، يقول له: يا رسول الله لا أطيق حياة بعدها يا رسول الله. نسيت أقول لكم في قصة سيدنا الإمام علي رضوان الله عليه، قيل أن قول الله تبارك وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، قالوا أن الآية دي، بعض المفسرين قالوا أن الآية دي نزلت في سيدنا الإمام علي، ولذلك كل الثواب المترتب يعني أحق بسيدنا الإمام علي. اقروا كده آخر سورة الإنسان، هتلاقوا أن ربنا سبحانه وتعالى وصف الجنة وصفا دقيقا. مفيش وصف للجنة في القرآن الكريم أعظم من هذه الآيات التي ختم الله بها سورة الإنسان أو سورة الدهر. بس تفتشوا ما تلاقوش فيها الحور العين، ذكر الأبارير، وذكر الفضة، وذكر الولدان المخلدين، وذكر الأنهار، وذكر ما عرفش ايه، وذكر الأثار والسندس والاستبرق، ومفيش سيرة لمين؟ للحور العين. قال: أصل الآية دي نزلت في مين؟ سيدنا الإمام علي مع ستنا السيدة فاطمة، لما صدقت مشاعرهما حبا فاحترم القرآن الكريم هذا الصدق في المشاعر، فلم يشر إلى الحور العين لئلا يكسر خاطر السيدة فاطمة. القرآن الكريم يتفاعل مع هذه القصص ومع هذه المشاعر الطيبة. أنا أختم، أنا عارف أن طولت عليكم، فأنا أختم بقصة بسيطة يعني تجسد أيضا صدق المشاعر، مش بس في البيت، حتى مع الله سبحانه وتعالى. لما توفي سيدنا الإمام الشبلي رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، كان يكنى بأبي عبد الله، وكان من أقطاب العلماء الذاكرين العاملين الذين يجمعون بين الحقيقة والشريعة. لما توفي جاء لأحد تلامذته بعد أعوام في المنام، فتلميذه بيقول له: ماذا فعل الله بك يا أبا عبد الله؟
قال والله لقد نجاني الله تبارك وتعالى، لقد أكرمني الله عز وجل. شوفوا شو صدق المشاعر يا جماعة، لا يحتاج إلى عظيم مؤنة، لا يحتاج إلى كثير كلفة، يحتاج فقط ولو أن تعمل عملا قليلا لكن بصدق، ولو أنك تفعل أقل القدر بابتسامة بصدق تدخل بها الجنة. يقول له بماذا أنجاك الله يا إمام؟ يقول له والله أوقفني الله تبارك وتعالى بين يديه كفاحا، يعني قابلت الله تبارك وتعالى ده في المنام، وقال لي أتدري يا أبا عبد الله بما أكرمتك؟ قال يا رب بالقرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال له لا. أتدري يا أبا عبد الله بما نجيتك؟ قال يا رب بصلاتي وصيامي وذكري وأورادي ودروسي وطلاب العلم. قال له لا. أتدري بما أنجيتك؟ قال يا رب والله تلك التي كنت أعقد عليها الخناصر لا أجيد غيرها، أنا كنت بتاع قرآن وسنة وذكر وما أعرفش حاجة من كده. قال له أتذكر يا أبا عبد الله يوم أن كنت تسير في طرقات بغداد فرأيت هرا كاد أن يقتله البرد؟ شوف ربنا ما جابش سيرك لا صلاة ولا صوم ولا زكاة، ما بقولش الحاجات، لا أنا بقول الحاجات دي عظيمة وهي اللي تدخلنا الجنة إن شاء الله، بس ربنا ليه حسابات تانية مع صدق المشاعر. قال له فاكر لما كنت ماشي ببغداد؟ ايوه يا رب. وجدت هرا كاد ان يقتله البرد؟ قال له ايوه يا رب. قال فاخذته ووضعته في كمك فاطعمته وسقيته ثم اطلقته؟ قال نعم يا رب. قال بذلك رحمتك يا ابي عبد الله. نسال الله العلي العظيم رب العرش الكريم ان يرزقنا الصدق في القول والعمل، وان يرزقنا الصدق في المشاعر، وان يحشرنا واياكم مع الصديقين والنبيين والشهداء والصالحين، وأن يجعل سرنا كعلانيتنا، وأن لا يفضحنا على رؤوس الأشهاد، وأن لا يفضحنا يوم القيامة، وأن يذهب الله عنا الهم والحزن، وأن يذهب عنا العجز والكسل، وأن يرفع عنا البلاء والغلاء والوباء، وأن يجعل مصر آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصرنا حفظها الله آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. هيئ لها يا ربنا من أمرها رشدا. اللهم قها شر الأشرار وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. هكذا أيها الأحبة استمعنا إلى هذه الكلمة العطرة من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الشافي أحمد الشيخ، أستاذ التفسير بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر الشريف، والتي حدثنا فيها عن صدق المشاعر في شتى نواحي الحياة، ولكنه خص وركز على صدق المشاعر في الأسرة، وأخذ يضرب لنا الأمثلة مع بنات سيد الخلق وحبيب الحق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبين لنا كيف كان صدق المشاعر أساسا في بناء الأسرة وفي الود والمحبة والرحمة واللين. ولا شك أن بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمنا ذلك في مدرسة أبيهن المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي كان صادق المشاعر صلى الله عليه وسلم
مع كل زوجاته، حتى من رحل منهن للقاء الله. فيوم فتح مكة دخل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، والكل يريد أن يستضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يحظى بهذا الشرف. ولكن ماذا فعل الحبيب المصطفى؟ قال لهم صلى الله عليه وسلم: بل اضربوا لي خيمة أمام قبر خديجة رضوان الله عليها. إنه الوفاء، إنه صدق المشاعر. ومن هنا أخذ من كان في هذه المدرسة وتربى في هذه المدرسة على هذا الخلق الطيب الكريم، خلق الصدق في كل شيء خاصة في المشاعر. فاللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. ما زلنا أيها الأحبة وإياكم ننقل لحضراتكم هذا اللقاء الدعوي الثقافي العلمي من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك ضمن الأسابيع الدعوية والثقافية التي تنظمها وزارة الأوقاف وتجوب بها مساجد مصر العامرة لتنشر الفكر الوسطي والوعي المستنير والثقافة بين أفراد المجتمع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا الحبيبة مصر، وأن يحفظ مساجدنا، وأن يجعلها عامرة مؤدية لرسالتها، كما نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا علماءنا ويحفظ لنا بلادنا الحبيبة. اللهم آمين. أيها الأحبة، الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشرنا فيقول: إن الله تعالى حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا، وفي رواية صفر خائبتين. الله يستحي أن يرد هذه الأيد التي رفعت إليه وصاحبها يقول يا رب. المولى يستحي منك أيها الداعي فيستجيب لدعائك. أليس هو القائل ومن أصدق من الله قيلا؟ أليس هو القائل ادعوني أستجب لكم؟ الآن نطرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع والابتهال ونحن في هذه البقعة الطاهرة المباركة في بيت من بيوت الله عز وجل. نطرع إلى الله بالدعاء والابتهال مع فضيلة المبتهل الشيخ كمال أبو عرب. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى.
بناه الحق نور نور أنت مظهر فجره والشرك ليل أنت فيه ضياء والعدل أنت يا سيدي والعدل أنت يا رسول الله والعدل أنت وضعت ثابت ركني فمضى على سنن لك الخلفاء سيدي يا رسول الله حبيب الله رسول الله يا سيد الرسل الكرام يا سيد الرسل الكرام ومن به قد جاء للدين الحنيف بنا الحق نور الحق نور نور أنت منوار فجره والشرك ليل أنت فيه ضياء والعدل أنت يا رسول الله والعدل أنت يا حبيب الله 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 أنت وضعت ثابت ركنه فمضى على سنن لك الخلفاء لأهل البيت عز لا يزول وفخر لا تحيط به العقول كفاكم يا بني الزهراء فخرا إذا ما قيل جدكم واحفظ أمنها وجيشها وشعبها ورئيسها وعلماءها يا رب يا حبيب الله يا رسول الله حبيبي كن شفيعي حبيبي كن شفيعي يا رسول الله 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 يا ربنا بمحمد تقبل منا يا رب سيدي يا رسول الله حبيب الله يا عظيم الجلال صلى الله على محمد
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرقت أنوار محمد واختفت من البذور أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا شفيعي يا محمد يا حبيبي كن شفيعي يا حبيبي كن شفيعي كن شفيعي يا محمد صلى الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين الله عليك صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله هكذا أيها الأحبة استمعنا إلى هذه الأدعية والابتهالات قدمها لنا فضيلة المبتهل الشيخ كمال أبو عرب وقد كانت خير ختام لهذا اللقاء الدعوي الثقافي الذي نقلناه لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد فضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وبارك الله في قراء مصر وجعل الله مصر دائما قبلة العلم والعلماء نقلنا لحضراتكم هذا اللقاء من رحاب مسجد الحصري بميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة وكان هذا هو اليوم الأول لهذا الأسبوع الدعوي الذي يستمر بمشيئة الله تعالى حتى نهاية هذا الأسبوع أيها الأحبة كان معنا قارئاً اليوم فضيلة القارئ الشيخ الدكتور محمود إبراهيم أبو الخير ومبتهلاً فضيلة المبتهل الشيخ كمال أبو عرب ومن العلماء الأجلاء الأساتذة الأفاضل فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسين إبراهيم عميد كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر الشريف وفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الشافي أحمد الشيخ أستاذ التفسير في كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر الشريف ودار حوار اليوم حول موضوع الصدق وغدا يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى في مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر وأيضا يتجدد السادة العلماء والقراء وأيضا المبتهلون كان معنا وحضر معنا هذا اللقاء لفيف من العلماء ومن رواد هذا المسجد العامر وكوكبة من علماء وزارة الأوقاف تقدمهم فضيلة الدكتور سيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف
مدير مديرية أوقاف الجيزة. كما نقدم الشكر لإمام هذا المسجد العامر المبارك على حسن التنظيم وحسن الاستقبال، وأيضا إلى جميع العاملين في هذا الصرح الشامخ في هذا المسجد العامر المبارك مسجد الحصري. أيها الأحبة، إلى أن نلقاكم بمشيئة الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.